اهلا وسهلا بحضراتكم. والترند المحلي، الترند المحلي بالطبع هيكون كل الكلام على مباراه مصر والسنغال الدور الفاصل والحاسم. والنهارده مران المنتخب مفتوح، وفي تم السماح كده بربع ساعه لكل وسائل الاعلام. وبالمناسبه وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي النهارده كان موجود في مران المنتخب عشان يطمئن على اخر الاستعدادات، ويكون في دعم معنوي مهم جدا لكتيبه منتخب مصر قبل مواجهه السنغال في الدور الفاصل والحاسم للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. نروح بسرعه للترند المحلي ونشوف السوشيال ميديا والمنصات والمواقع الرياضيه اتكلمت وقالت ايه على مباراه مصر والسنغال. نبدا مع بعض بالحساب الوطن سبورت، ومن خلال حسابها الرسمي على تويتر نشرت تاكيدات ان محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه جاهزان لمباراه السنغال وسلبيه مسحه منتخب مصر. تاكيدات من مسؤول اتحاد الكره ان نتيجه المسحه الحمد لله سلبيه بعد انضمام كل اللاعبين بالامس الاثنين في معسكر مغلق باحدى الفنادق القريبه من استاد الدفاع الجوي، وده عشان يبقى في حاله اطمئنان تامه سواء كناحيه بدنيه او ناحيه طبيه. كلنا عارفين الكل بينضم في مسحه طبيه اول ما تنضم عشان تطمن على جاهزيه اللعيبه، ما يكونش لا قدر الله في اي حد عنده مسحه ايجابيه او عينه ايجابيه. ولسه في مسحه ثانيه هتتعمل يوم الاربعاء بكره، في مسحه ثانيه هتتعمل ودي الخاصه بالمباراه اللي هتتلعب يوم الجمعه على استاد القاهره الدولي. الجزئيه الثانيه كلنا عارفين ان صلاح وتريزيجيه في اخر مباراه ليهم مع انديتهم في الدوريات الاوروبيه ما كانوش بيشاركوا وتعرضوا لاصابات كده بسيطه. بعد انضمام صلاح وتريزيجيه دكتور محمد ابو العلا عمل كشف طبي واطمئن ان الاثنين جاهزين بشكل رسمي بنسبه 100%. ان شاء الله يكون الكل على اتم الجاهزيه لمباراه السنغال. طب حساب سبورت 360 مصريه راح لمحمد صلاح واتكلم على مدى جاهزيته في مباراه السنغال، بياكد نفس المعلومه ان محمد صلاح اصبح جاهز بشكل رسمي لخوض مباراتي السنغال. طيب من تدريب منتخبنا الوطني، وكلنا النهارده عارفين ان في ربع ساعه مسموحه لكل وسائل الاعلام عشان تطمن على اخبار المنتخب الوطني، اروح الى الزميل